وهو عامل ليه ما انضمتش للجهاز؟ بص يا كابتن مستر كارترون اول ما كان في يعني هيحصل تعاقد مع مع الزمالك بعت لي من السعوديه. كويس. كلمني قال لي امير انا عندي ماتش بكره مع التعاون السعودي وانا هفسخ التعاقد وراجع وهرجع امسك الزمالك وانا عايزك تشتغل معايا. حلو قوي. فانا قلت له اوكي كنتش انا ايه في انتظارك وبتاع وكده وانا يعني مبسوط ان انت راجع هتبقى موجود تاني يعني. حلو. لما رجع قال لي انا هوصل الخميس. وصل الخميس فعلا وبتاع وكده. استنيت بقى حد يتصل بيا من الناس اللي موجوده بتوع اللجنه فمحدش كلم. يوم الجمعه الصبح بعت لي رساله كان التمرين الساعه 3. كويس. فبعت لي رساله قال لي امير انا عملت العقد خلاص وكله تمام وبتاع وكده بس انا شايف ان في صعوبه ان انت تبقى موجود ترجع وتبقى موجود معايا وترجع للفرقه تاني. انا مش عارف ايه السبب بس انا هعرف وهقول لك السبب. كويس. فقلت له خلاص يا كوتش اوكي وبتاع وكده وربنا يوفقك يعني وان شاء الله تعمل حاجه كويسه مع الفرقه. فكلمني المترجم فقال له انا عرفت ان امير يعني في تقريبا مشكله ما بين ايمن وما بين ايمن ما بين ايمن ما بين ايمن وما بين الاداره يعني هم بيقولوا ان ايمن بيهاجمهم وان دي حاجه خاصه بالنادي ودي سياسه النادي وبتاع كده فهم مش عايزين امير يبقى موجود في الجهاز يعني. قول لهم مش اخويا. ما اقدرش يا كابتن ايمن يعني طبعا تاريخ كبير جميل طبعا وهو اذا كان بيتكلم هو بيتكلم على وجهه نظره وهو ممكن يكون شايف الامور من وجهه نظره هو فانت مش هتقدر يعني تراجع واحد او تخلي واحد يقول كلام. زعلت ان انا ما رجعتش. بس انت موجود انت ماسك فرقه 2006 وعمل نتائج جميله. لا مش انا ده والله. لا انا مش ماسك في القطاع. انت مش ماسك خالص دلوقتي في القطاع؟ لا انا ما مسكتش. انا بعد ما اشتغلت في اسوان مع الكابتن سامي الشاشيني. والله ما رجعتش للقطاع؟ لا ما رجعتش. يعني انت مش موجود في النادي دلوقتي؟ لا مش موجود في النادي لكن متواجد بصفه اساسيه كل يوم يعني بتروح ولسه شايف مستر كارترون اول امبارح في التمرين طب